نتذكروا الأزمة متاع الأدوية في فترات الوباء والكورونا. نعم. وقتها البرشة أسباب معناها حتى متعلقة بأسباب عالمية مش كان في تونس، ولكن اليوم أصبح الأمر يهدد وموجود فعلا. دونك باش ناخذوا احنا بعض التفاصيل حول الأدوية المفقودة، مدى الإشكالية اللي باش تطرحها، ومدى خطورة هذا في وقته الآن. في وقته نمشي ونبدأ بجمعية التحدي لمكافحة السرطان. معنا الدكتور نبيل فتح الله. صباح الخير ونهارك زين. مرحبا، مرحبا بكم وكل سادة المستمعين. يعيشك دكتور. الحقيقة احنا لا أعطيكم شيء. من الدكتور أنا رئيس جمعية رئيس الجمعية المدني صعب أعمال. مرحبا سيدي، مرحبا. دونك سي نبيل، خلينا اول حاجه نذكر وانه المكتب التنفيذي للغرفه النقابيه الوطنيه للمؤسسات الصيدليه الموزعه للادويه بالجمله اعلن وانه باش يوقف النشاط نتاعو بدايه من يوم 15 نوفمبر. ديجا هذا فما قرار. انا نحب نسالك اليوم، انتم بما انكم في علاقه يوميه بمرضى السرطان، فما أدوية ما فماش أدوية، احنا في أي مستوى، شنو اللي متوفر شنو اللي ماهوش متوفر؟ انت قلت كلمة باهية يعني قبيليك، قلت يعني حاجة مش متعلق. يعني كنشوفوا احنا توا يعني احنا من التأسيس معناها جمعية التحدي لمكافحة السرطان، ويعني وفي نفس المعاناة قاعدين نعانيو مع المرضى في معناها أدوية المفقودة. لكن كتاب الأدوات مفقودة ولينا نعمل في مجهود باش نجمو نوصلو نلقاوها، ولينا فرحانين أحسن من نسمعوا أن الغرفة باش تسكر وأدوات يعني مفقودة أصلا. معناها هي ناقصة، ديجا فما شح كبير في الأدوية. لا. وكي تسمع وأنا باش تسكر مصيبة. نعم. مصيبة. مصيبة. مصيبة كبرى. مصيبة كبرى. تتصور أنه هو يعني أنه مريض السرطان معناها ديموراليزي، معناها من اللي هو يسمع في يعني بالمرض نتاعو، يعني اللي قعد يعمل في يعني الماراثون هذا اللي بروتوكول كامل يقعد سنوات في علاجه كذا سنوات، وزيد معناها ياخذ رانديفو باش يمشي ياخذ يعني الدواء نتاعو، ويقول له معناها غير متوفر في الصيدليه ما لقاهاش، يعني مش متوفر. يعني شنو ذنبك المريض هذاك في وسط منظومه معناها منعدمه، نقول كلمه اخرى مع اكبر وكذا. يعني احنا توا مريض السرطان ثم دوايات في الدم، ثم دوايات في العلاج الكيميائي، يعني معناها الشيميو معناها مفقوده اصلا. مفقوده اصلا، مفقوده ما فماش. هو هذيك علاش سي نبيل معناها سوفون نلقاو على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات من عند الناس باللي اللي ينجم يجيب الدواء هذا ولا الدواء هذاك من الخارج ولا مسافر البلاصه الفلانيه، معناها ديجا ما فماش. صحيح، معناها احنا ديجا يكلمونا الناس وفهمتوا، واحنا الى حد الساعه هذه معناها في منذ بدايه 2022 يعني متكفلين ب 175 حاله الى حد الساعه هذه، معناها مضربين متكفلين من الكل. لكن احنا الشعب قوي برشا، والجمعيه كما تعرف تعمل في عمل تطوعي، ويعني والناس بالناس والناس بالله كما تعرف، معناها الناس تعاون في الناس. معناها ديما نقول احنا الدوله غايبه، معناها تشوف معناها احنا يجينا المريض ويقول لنا هذا دواء ما لقيتوش، نمشي نفس الدوره نتاعه، هو نمشي فارماسي ما نلقاش، نكلم الفارماسي صندراب علاقتنا الخاصه وكذا، فهمت؟ ما نلقاوش شنو نعملوا؟ نعطيو الدواء يعني الورقه هذيك الاوردونونس عطاها الطبيب، نعطيها لواحد يعني فما ناس تمشي وتجي لفرنسا ولا ايطاليا، معناها في اسبوع يمشوا مره واثنين يرجعوا، نعطيهم هذيك، فهمت؟ فما بوسيبيليتي وجابوها لنا، معناها لقيناها يعني وفرناها للمريض. واذا كان معناها يعني زاد من الامور ما فماش معناها في الدواء هذاك، ولا تلقى هو صعوبه الغد كما يقول لك ساعات الدواء، يقول لك الدواء هذا ما نعطيوش معناها الا وزاره الصحه نتاع الدوله هذه، وزاره الصحه التونسيه نتاعكم معناها، فهمت؟ معناها نقعد واحنا معناها تعبين كالعاده، المريض هذاك معناها نعطيه انا مسخايب، نقول له كيف، نقول له والله غالب ما لقيتكش وكذا، شنو معناها شنو البديل؟ شنو البديل سي نبيل؟ معناها في حالات كيما هكا دواء هذا مساله حياه او موت، نحكي وخلينا نسميو الاشياء بمسمى معناها اليوم مريض السرطان، مرض السرطان مرض يمكن مداويته ومعالجته ويمنع منه الإنسان في عديد من الحالات، خاصة إذا كان التشخيص مبكر، ولكن الشرط هو المداوات. اليوم إذا كان ما تتوفرش المداوات معناها حكمنا عليه بالموت. هو البديل، اسمعني البديل اختي العزيزه، ما ثماش بديل اذا كانوا هما يعني هم موجودين، معناها فهمت؟ يعني نحكي واحنا انت ما تسالش، معناها كان انت تحتاج
على عندك امور خاصه في شهريتك ولا في كذا مش عارف مش متدخل فيها تحتاج بطريقه اخرى معناها مش لا تمنع الدواء احتاج امام لا تمنع الدواء يعطيك الصحه فهمت أي. مش مثل طلعت قلت انت معناها مش مثل طلع براي راهو دواء راه هيت الناس معناها ثم ناس معناها في الصد دي ولا يعني دخلت في الصد رواه الصد كاس معناها حاليا من لحد الساعه دي سجلنا اربع وفيات يعني شكون السبب فيها مش منظومه المنظومه من يعني من عدم توفر الدواء من عدم توفر الدواء ديجا مسجلين ثلاثة ولا أربعة وفيات بسبب عدم توفر الدواء اي وهناك بعض الاطباء حتى في فرحات حشاد معناها زاد يعني عاملين صحه فزاع معناها فهمت من الدويات معناها تصور دكتور معناها تقع عنده معناها الاردنوس يكتب في دواء وياخذ الدواء هذاك مفقود معناها ما مش ولا بين المريض وبين الدكتور يقول اعطيني دواء مفقود شنو باش يعمل؟ هالطبيب اللي في المستشفى هذي شنو اللي باش يعمل زاد؟ هو طبيب ماهوش هو ذنبه ديما نحكي الدولة هي الدولة هي الدولة الدولة أرضا وشعبا إذا كان هو معناها الدولة هذيك معناها المسؤولين الكبار ما يوفروش على دون السلام أنا فهمت يعني هذا حق الصحة الصحة راهو حق معناها من الحقوق الأولى يعني حق دستوري شنو ما فادلكوش به معناها هاك تشوف عندي إذا كان المريض معناها يمرض ما لقاش الدواء نتاعو شنو معناها يمشي يحفر قبره بيدو يا رسول الله معناها احنا نجيش هو مريض ليزي هو معناها يعرف روحه حياته في خطر باش يولي يعيش معناها حياه ما يسويها اكثر احنا الدوره نتاعنا كجمعيه معناها نحسوا فيه في معناها عندنا التوعيه والتحسيس والاحاطه والمعنويه مرضى السرطان معناها في بعض الحالات معناها يعني تكون ماديه نعاونوه لكن هو احنا ما نجيش هو مريض يعني تزيدوا يعني حالته الصحيه معناها تدور شو يعني شو بقاء الحاله المعنويه نتاعه باش تلقاه يعني من سوء لاسوء ماهوش مريض راه وضع واجب على الدولة أنه عندك سرطان وإلى أمراض مزمنة الدواء نتاعو يكون متوفر هو نمشي يلزمو يعني موجود يلزمو يلقاه معناها مش لعبة احنا قاعدين نسجلوا هذاك علاش قاعدين يعني كل من العام العام وقاعدة معناها الأرقام تتفاقم من 2019 أنا بيدي كنت باش نسألك من وقتاش الأزمة هذيا بدات تظهر بطريقة كيما هكا دونك من 2019 تقريبا من 2019 يعني زادت يعني نحكيك على المستوى الوطني أنا 2019 زدنا 12,000 مريض و2020 زدنا 16,000 مريض و2021 زدنا 18,770 مريض ثلاثة في ربي الله يشفي 18,770 مريض فيهم 10,150 رجل و6,620 امرأة 6,620 امرأة فيهم 4,000 امرأة يعني بالسرطان الثدي يعني هو فات عليهم الشهر هذا اكتوبر يعني في الحملة التوعيه تاع اكتوبر الوردي معناها سي نبيل فتح لها 2019 20 21 22 الاعداد نتاع المرضى قاعده تزيد وفي المقابل الادويه قاعده تنقص ما هي تو حاليا ما مش تنقص راهي مفقوده اصلا مفقوده للي وصلنا اي معناها بدات تنقص للي تفقدت كومبليتمون تصور ما تتصور انت 2022 كعطيت الارقام هذه شنو تلقى ممكن تعاود تكلموني تقول لك معنا 22000 معناها ممكن على القد 22 على 22 يقول لك عندنا 22000 معناها كان نمشيو على النمط هذايا معناها في 12 عام ولا 15 عام القدام ممكن نلقاو اشترى الشعب التونسي كل حاجه مريضه والله بعد انا معناها المرض هذا معناها راهو لا يجي حرب لوثو لا يجي بيئه ملوثه لا يجي معناها فما ارهاب غذائي قاعد يدخل من الحدود معناها ولا يجي فما زيد انت يمرض وما تعطيش الدواء نتاعو وانت ابو عيش مريضه واضح وصلت الرساله نتاعك سي نبيل فتح الله رئيس جمعيه التحدي لمكافحه السرطان اللي لخص الأدوية فيما يخص السرطان مفقودة بريسك تماما ومازلت باش نزيد نكمل نحكي فيه الموضوع هذايا ويقول لك اليوم عندك مطالب عندك احتجاجات عندك تحب تعمل إضراب عندك أي حاجة أعمل اللي تحب ولكن لا تمنع الدواء وأنا معاه في هذه لا تمنع الدواء فما أمراض ما تستناش ماهيش سامبل جريب هذايا ولا ريوم ولا أي حاجة